ها دوي الصباح هذا وبقى معكره دوي دوي يا اللي ما كتسوى ما كتصلاح حاولي عاودي شي حاجه شي مسخه سيري الشيطان وصيكم ما جوج العيالات صحابني ما شفتهم اجدك تزلم الباليزه خويا خلي داك الباليزه تما اسمعيني حيت هما عيالات ما عندهمش العوين خاصني نعاونهم ياك حبيبه والعوين ديال العيالات هو السي خالد اللي خاصها شي حاجه تمشي تقضي عليها انا لا الدجاج حبيبي ها مارادونا شهي ليا الله يخلف عليك ايوا بخير خاصك تزهي ليا الحاله وخاتي اش غندير راه هو الزواري اللي غدا في الارض ديالو غاديك مضمونه واللي في السماء عندو فيها النص شبا يا شبا يا شبا بنت بلادي منال حبيبه فين شي خفيق بكري اليوم مال ايوا ضروري راه تمام مش طافينايا راجلي زوين بلا ما شط شعرك رطب شد جاكيطك وسختي شو انا راه تقرت بالصابون اش كديري الطنس 10 الزهر مال راه هادي موسخه هادي موسخه اه يلا 3 ايام باش جبتها من الصبانه حرام عليك ومي كتحطها كتمشي تعلق ما عندكش يديك دابا بغيتي تمنى عليا 10 دراهم ديال الصبانه مالكم خاصك والو خاصني والو خاصني غير زماني يرجع ليا ما شفتينيش بعد علاش فايق بكري غادي ما موالفاش لك راه خاصني نمشي نجيب السلعه للدراري هذاك راه لعولت عليهم راه ما يدير والو قولي داك مول لافيز فيريفيتي معاه لا يولي يكون ندير لك كوني هاني الدري امانه زعما عندك هذا الباب غيطيح خليل كنبغي حوايج دفهمني نبقى على هذا الشيء كديرها بعان انا كنديرها بعان خليني نمشي راه تعطلت الله يهديكم الرجاله كيما درنا معاكم وحله صراحه الماريو زوين قد نجيبو السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا فين هنايا مرحبا 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 ألف مرحبا انا سير فوق منك انت شارنا شارنا الحاج تخدمي هاد الصباح هذه الخدمه ماشي فاش خدام انا عندي سناك تبارك الله يزيدك اولدي الله يزيدك بالخير يلا خليك في الراحه شحال اللي بغيت نقول ما كنتيش ماشي مشكل مرحبا بنتي عزيزه على ماكله الزنقه مرحبا بكم الحاج هو تحليه صافي لقيتيني متقدي دابا يلا سلام صافي يلا خليك في الراحه سلام ها شوف اش تماك المرض خليل والله يعطيك صحتك ويخليك لينا زعما ما مقصره من تجي حتى حاجه انا بغيتك تهلا على فراجلك وتردي دار راجلك مهالي فراجلي ودايره كثار من جهدي معاه ولكن اخاتي ما عندي ما نخبي عليك زهواني اش بغيتيني ندير ليه ولكن هو زهواني كوني تاتي يا بنت الاصل وكوني مره محرمله ومقرصه كمك ومربياك على احسن تربيه راه عييت جميع الطرق اللي تخطر لك على البال درتهم شوفي فيا نقول لك عمر المراه ما كتقول عييت على الراجل سمعتيني ديما تكوني مسنحه على الراجل عمر كيما تقولي عييتي ديك الكلمه ديال عييت حيديها من القاموس ديالك واخاتي اش غندير راه هو الزواري اللي غدا في الارض ديالو غاديك مضمونه واللي في السماء عندو فيها النص ايوا لا بقى شي حاجه اخرى الله اعلم هي أيوه فين كي فين تاليها كيجي لعند دارو يجي عند مرتو كيجي عند مرتو ولا غدا بعد غدا شي وحده كان دوك السحارات ودوك القوطات ضرباتو غيرجع والله اخاتي لا رجع هو ما عندك ما غديري بنيتي ما غنزيدك بالصبر انا عشان ايدك انا على شي حاجه اللي خايبه اللي تغضب الله ما عندي ما غنقول لك كوني مرا كوني ذكيه وتعرفي كيفاش كسبي راجلك هادشي اللي غادي نقول لك الرجاله صعاب بزاف صعاب بنيتي ماشي كدرتيش فيها واخا ولدك اخاتي ولكن سمحي لي صعاب بنيتي انا كندوي على الحق
واخا ولدي انا كنشوف في عيني عقلي دور بحال ديك خلاتها امي الله يرحمها بحال المينيكاطا. خالتي انت دابا ملي نصبتي الغدا نصبتي كلشي عرفتي شنو اللي طاحت ليا؟ غنمشي نخمل الصالونات. يلا سيدي باش نجيو مقادين مع هادشي. نيت انا نمسح الغبره وكلشي تغبر ديك الطواليط حالتها. يلا سيدي نصيفط للكونسيير جيب لي داك الماء ديال الطواليط بغا نخصو التجليج. سيري سيري يلا سيري بنتي الله يرضيك. يلا نتعاونو كل اللي يدير حاجه. بقيتي على راحتك كي جاتك الدار مزاله تبارك الله مفروجيه عظيم وتا فلوسها راه فروجين. ايوا ضروري يا بنيتي. والله الا صراحه صالحينها من داك الشر فيه. قولي لي كي جاك هذاك الدري اللي هز لك الباليزه على داك الجار علاش كتهضري؟ صراحه بيني وبينك جمعها طوله وتجريده وزينه وكلشي خاصو يكون عندها قال سناك ما عرفنا واش ديالو ولا ديال مالي. ويلي بنيتي كسمتي قال لنا راه ديالي هذاك هو اللي خصنا نشدو فيه بيدنا وسناننا. امويتي واش حنا يلاه هربنا من ديك المدينه خلينا العوافي ورانا ونجيو ثاني هنا يلاه قلنا بسم الله نوضوا العافيه خلينا عاد نحطوا بعدا الوتاد وندقوهم ندقوهم وندقوهم لي تا هو حنا علاش لايقين حنايا حنا باش غادي نعيشوا في هذه الدار هذه وهاد الابالي ولينا عايشين فيها دابا. وصبري عليا واحد شويه نرتاحوا راه باقي داكشي اللي درنا باقي ما ارتاحينش منه نسيتي الفلوسات اللي دينا للسيد. شوفي تبعيني وما تخمي في حتى حاجه عرفتي اش غديري دابا خاطر من الشبكه وغتشوفي فين غتعطيك. السيد قالك عندو سناك نشوف واش سناك ولا غير شي سناك صغير متنقل مملا كان شي حاجه ديال الشكر دادي ضربي الحديد ماشي تفركيسه لي لابس وراه باين السناك كيدخل لي زباله ديال الفلوس ومؤدب نهز ليكم اوكي ومرحبا بكم عرفتي صافي خليني مخمخ ليه كيفاش ندخلو وديك الساعه نشوفو البلان كيفاش داير. هكا كنبغيك بنيتي هادي يا بنتي بنت قلبي نوض ارتاح شويه ونشنو بقيت برقي في الدار انا ناقصه شي حاجه باش نخرج نجيبوها. صافي سير يلاه سير الله يعرض لك السلامه الدار غزاله ولكن خصنا نعمروها نزيد ندخلو فيها بوكو فلوس. انا ما فهمتش هاد الشهر مليون ونص كيفاش؟ واش هادشي كاع الخدمه كامله تبارك الله وكنخرج عليا؟ لا لا بزاف هادشي خاص انا نركب شي كاميرا معاك يا واي راه مالي 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 لا مالي الناس كتسنى شوف هادشي خالتي 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 مالكي كتسمي جايه بحال اش كاين؟ وا كملي كملي المعيوره اللي كنتي غتخرج ايوا كتمشي بجي بحال ديك لابيلانس مالك جبت واحد الخبيره سخونه اشنو تاعنا؟ عرفتي الدار اللي تحت منا ديال البوليسي مالها؟ تعقلي عليها؟ عقلني عليها واقيلا يا اما كرهها يا اما باعها. وفينا هو المشكل حنا مالنا؟ خالتي كي طلعتي تنشري الزرابيل ولا طلعتي تسولي على عباد الله؟ شفتهم هازين شي بوالز وبان ليا ما عندهمش الغاشي معاهم غير مرا وواحد البنت بانت ليا شويه من هذوك لي فهمتي اش بغيت نقول لك؟ ولا دخلي سوق راسك وانتي مالكي اش وصلك لهذا الشيء ودبر راسها عقلي خالتي دابا هاد التبرقيقه ما تقبلتيهاش عندك تمشي للسوق تقولي لي حقا مرت العربي تزوجت هادي مات ليها الراجل عقلي خالتي نبرقوا لي بعيد منا اللي قرب منا ما عندنا ما نديرو فيه اذا انت حلال عليك ولا حرام عليا واش بغيتي دوريني نكمل لك ها شنو ثاني دابا هذيك البنت اللي ديك مع ديك المراه ما عرفتش بحال ما تسلطتش ليا بحال كاينه شي حاجه بحال ما ارتحيتش ليها بحال جاتني مسمومه شي حاجه كتجيني في ديك الكماره عندها ما هياش ومازال ما حققتش فيها مزيان بلقت فيها سيريتي سبحان الله العظيم هادشي كلشي قريتيه مسكينه في هذيك السيده باقا ما عرفتيها ما دويتي معاها ما والو انت راكي انت هي فقيه ما عرف شكون هو المسكينه هي انا اما تبرقيق نولي نخليه لا راسي ما نجيبوش لك سيري اتقي الله في راسك انت السيده باقا ما شتيها باقا ما عرفناها ما والو بحال اللي با بحال اللي سيري سيري كملي شقاق سمحي لي خاطر سيري الله يعفو وقتك سيري الله يعفو عليك سيري والله الا دا الدريه مسكينه لا هبيله والله والله الا قال هبيله وقال بازا غرتي مرحبا بك كي جاتك الموم؟ وصراحة كذا بالك باقي ما شتي شي واحد غير نتايا ولا كانوا كاع الموبل بحالك راه تبارك الله وما شاء الله عليكم. ايوا انت اللي ما شاء الله عليك تبارك الله. الله يطول لي في عمرك. بغيت غير نسولك على المنيو اللي دايرين في المحل شنو عندكم؟ عندنا كل شيء اللي حبيتي كاين. بحالاش؟ أي حاجة أي حاجة كتكال نوجدوها لك. عندكم تاكوس بيتزا كل شيء اللي حب الخاطر.
شريف تقلب لي الجهه الاخرى وحلم لي حتى. شريف راه عنده قبام. ايه وانو دابا بارد القلب مخ مخمره وباك غايب للسوق انو تخدم نوض الشمشو شحال الساعه هادي وانت باقي جابد عليه بالنعاسات. واش خويا خالد خدام خدمه زوينه ايه وكيدبر عليا لاش غادي نمشي نخدم انايا قولي لي. وانت دابا دخلنا عليك بالله راجل وهادي لحيه هادي غنتفى لوالديك هادي لحيه هادي. انت عاد راه متبعتيني عليها الله يهديك سنتي. ونوض قاعد تخدم ونوض عري على كتافك ونوض تخدم مع خوك. شو خوك من صغرو ما يحملش شي حد يمد ليه الدرهم وانت مدلول الا ما عطاوها لك ما كتحمد الله. المهم شي بغيتي كتبدل القاموس باش كتهضر يوميا نفس السيناريو كيتعاود. قهرتيني. وانا ملي غنبغي نمشي نخدم راه غادي نمشي نخدم دابا. تالين تالين الله يرحم الله اللحيه نوضتيها اش بغيتي؟ يا ربي السلام نوضي سيري واش داير الفطور راه منعس دابا حتى السبعه الصباح سيري. على قليت الخدمه حيت ما عندك ما يدار كان عندك ما يدارك ولا كتنعس بكري تا ها هو ضحام من فعلو غادي يدور الجهه الاخرى نوضي غبر لك الشقه قهرتيني نوض 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 يلاه نوض نوض يخ يخ على دري. هادوك راه بالات عندك ماشي يدين. عندي صنار كبير ماشي شي صنيك على قد الحال مش فهمتي. تبارك الله واخا تجي الفرصه ان شاء الله ونجيو ناكلو عندك. مرحبا خذي النمره ديالي. اها حتى جيتي شي حاجه عيطي لي نجيبها لك حتى للدار. استناني واحد الدقيقه. مرحبا. واخا ربي يخليك. يا الله ورقي لك. عجبتي لي سميتك؟ خالد كتنساي ياك ما فيك الزهايمر. لا غير ما كرمت البال شويه وصافي. يا وانا خليت لك الراحه فاطمة الصغرى. صافي. يا الله باي باي. سلام عليك. هاو شو جابها الله منها ماشيه جابها في كرشي جبتها في جيبي علاش لا؟ منال؟ يا الله يلا جلست نتصنت العظام عيت من الصباح وانا في تماره. تماره اش نقول انا خملت واحد الصالونات هذا البيت ما نعاودش لك. تشكي ما تشكيت ما والو غاعيت والله ما تشكيت انا هادشي كاع ما كيغلبني حتى انت كاع بخير بعدا صافا كيدوزتي نهارك والله الا بخير الحمد لله انت كيدوزتي صافا صافا دخل شويه المصروف اليوم الحمد لله تابعانه دخل شي ماك سوقك باش ندور على المصاريف كاع الصرف غتحطوا لي اليوم في الصنايديق. مرحبا مرحبا تسالي تهلا فيا خويا تهلا فيا تهلا ليا في الوالده مالي فانا وخالتي الحمد لله فاهمين بعيد منا غير انت اللي كتنوض بيناتنا نبايش. قول لي شتي جيراننا جداد اللي سكنوا انت دغيا جبتي تبركيكا ديال جيراننا دخلوا جداد. ايوا راك تهبط تلاقيت معاهم طالعين هما هزيت معاهم باليزه في سبيل الله. عاود عاود اش قلتي عاود ما سمعتكش انتي مالك خالد مزيت معاهم باليزا واش انا وياك غنبقاو دائما في نفس السيناريو ديال الناس اللي تزوجوا معانا راه داروا ولاد وما عارفين زادوا وانا وياك باقي مضاربين على العيالات. انتي ما مريضه انتي انتي راه انت اللي مريض. اش داك اخويا ياك هما جوج العيالات صحابني ما شفتهم اش داك تهزلهم الباليزا اخويا خلي داك الباليزا تما. اسمعيني حيت هما عيالات ما عندهمش العوين خاصني نعاونهم. ياك حبيبه والعوين ديال العيالات هو السي خالد اللي خاصها شي حاجه تمشي تقضي عليها. انا ديك النهار جايه من الحمام ما قديتي تهز ليا تسطل طلعتي ليا في راسي شحال هزبك شحال من عام دابا دابا انا طلعت لك في الراس راه ما كذبوش اللي قال لك الرجاله راه كاع العيالات زوينات راه ماشي خايبات غير هي راجل عزيز عليه صلاه في خوي وبقايش تدقري بزاف. نوضي نوضي يضرب فيك البرد نوضي يضرب فيا البرد راه انت اللي خاص يضرب فيك البرد وتراجع نفسك شويه وتعرف راسك اش كدير معايا راك مزوج غدا ولا بعد غدا يوليو عندك وليدات. راه الباطل هذا اش درت الباطل راه حيت انا عارفاك حبيبه اش كتسوى اليوم السلام وغدا الكلام وبعد غدا البسال. مريضه انت والله حتى مريضه موسوسه وهاد الوساوس ديالك هما اللي ما غيخرجوك ما دابش نقول لك والله ما غيخرجوك. مريضه كون لقيتك راجل ديال قلبي كاع ما نمرض كون راه باكا بحال العيالات انا معاك وداير هادشي كون خفلت لك شويه اش دير. الوالده انا حبيبه ديالي راه كيقول لي واحد المخ معيط لجارنا منها ندوقو ماكلتها نشوفو هاد السمك اللي فاضحنا به راسنا ومنها نجرو عندنا شبالك. وهادي فكره زوينه في حقيقة حتى هو كيبان ليا ديال القلب. انا عيط ليه سيري توكلي على الله وانا معاك اللي درتي انا
معك فيها. حيدا معايا تلاقي. يلا توكل. ألو؟ ألو؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. عرفتيني؟ عرفتك، علاش ما نعرفكش؟ هاي 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 هاي، أنا كنتي كتسنى لابيل. والله إلا كنت كنسنى فيها. أيوا شتي باش تعرف راسك راك عزيتي عندنا. والله إلا أنت كذلك. قول ليا. أش حب الخاطر؟ والو، بغيت غير نطلب شي حاجة باغي نتعشاو بها أنا والوالدة، ما فيها اللي يخرج، وقلت نعيط ليك. مرحبا، أش حب الخاطر؟ قولي ليا. قال جيت من عندك سمن وعسل، باينه ذوقك زوين. هادشي هاي ليا الزين على الراس والعين. المهم راه الوالده بغات الدجاج مشهياه، الا جات على خاطرك. انا ما عنديش دجاج، ولكن نجيبولك معايا هانيه. واخا حتى نقجر عليك، هي ملي كتعشى بالدجاج كتبغي الديسير وشويه الموناضه. شوفي داكشي اللي خاصك صيفطيه ليا كامل في ميساج، وانا نتقدى لك ونجيبولك. لهلا يخطيك يا جاري، والله اللي راك يقولوا حق الجار على جاره. الله يا ودي، مرحبا. وما تعطلش علينا بالليل. لا لا، كوني هانيه. صافي غنسناوك. يلا بسلامة عليك. تشد والله يا تشد. بان لي هذا خفيف، ما ياخذش في يدينا تا. لو شوفيها دخلي لينا مع الباب وكوني هانيه. صافي هو غيجيب العشاء، والعشاء يدخل ندخل لحوايج اخرى. وديك الساعه قول لي واش بشحال هاد الشيء بحال هكا باش نعرف واش متحط راسو. باغا نطمعو فين حنا، باغا نحيدو ليه ولا يحيد من عندنا؟ ما نبينوش ليه حنا من الاول الطمع. صافي تيجي نقول ليه شحال عنده، وديك الساعه نعرفها ما بغاش يتخلص. صافي تربيتي يدي مع دي مش نحاكي. عرفتي علاش تعنيتي منو دابا؟ وش محمر كلينا انا وياك. وانا تدري لنا كسكرو العشا ضمنتي وكسكرو ما نديروش. اودي يا خالد، حنا غنشوفو واش غنديرو معاك ملي تجي. مزيانة الخليل، أصاوب صاوب معاك شي طالكوس، كدير شي حاجة. السيد اللي كان هنايا، اللي صادق شي دجاجة، كيدير معاه قوام كامل، جيبها لي، صافي، الله يسهل عليك. أنا قلت لكم ودبروا رؤوسكم. هو شوفي كلامك على صح، انا الوالده ما عجبهاش ديك الدريه خفيفه وباينه فيها. وانتم اتقوا الله في راسكم، خليوا لكم الناس افتقار، ما واصليننا ما شفنا منهم شي عيب. واش داكم هادشي؟ هما ما واصليناش ما كذبتيش، ولكن الهضره اللي كدور راه باينه كلشي عارفه. لالا ومالي سمع نقول لك، لالا ومالي واش خلقها بالسطالي من الفوق؟ انا غير كنشوفها شي واحد دخل شنو الشوفه اللي كدير فيه، وكيفاش كتيقو بعينيها حتى كيخرج من الباب. مروان دابا تجيب النوبه غا حدا راسها. الله ينجيني منها. واش عينيها عندها تشوف كيما بغات؟ لا حضروا راسكم. الا شافت لي اختي في راجلي فين غنوليو؟ ولا شافت بغا نحيدو لي بعيني وما يشوفوش واش تقول لا شويه. كاين الشوفه ديال السلام اخويا احترام جاري، وكاينه السلام. نزيدك واحد الحاجه، راجلك راه شويه عيني زايغه. اي دير كسكس على خوك، اش عيني زايغه؟ انت باغ تشعل في العوافي؟ حنا نبردو فيها وتتشعل في العوافي. قال لي الصح. نوضي يا عندتي يا مروان. تقعد. حاضي على الهضره حتى ونبقايو وليتي بحال بحال العيالات. الرجال راه كيعرفوا بعضياتهم، راه باين شايف عليه شي حاجه. منال تقي الله بنيتي، ولعب بلانشطه الراجل، ما تخليش الشيطان يلعب لك على دماغك. دبر راسها حياتها هذيك تعوم كيما بغات. الشيطان هو ولدك. نبقاو تاني نعاودو نرجعو لنفس الموال، وديري عقلك الله يرضي عليك، ديري عقلك. هو يعني معروف عليه زهوان. واش بغيتي نديرو ليه دوك نبدلوه ونجيبو لك واحد خو؟ داري. تبغي تمشي لداركم؟ واختاري وحداك هاد الجوج. فهمتي؟ إوا هي هادي. ما بغيتش نمشي لداركم. إوا هي اللي بركتي صبرتي يا منال. وراه تصبر خالتي راه كيدبر. إوا أشنو الحل؟ يلاه. المرأة إلا كانت المرأة وكانت موزونة وعارفة راسها أش كدير، راه تخلي الراجل يشوفها في دارو ميشوفش على برا. واخا هو راه كيشوف في الدار وكيشوف برا وكيشوف. ايوا الصبر، انا قهرتيني هذا الله، والله الا هذا الله معك مالك. والله خالتي ما بغيتيش تقبلي، راه ولدك زوالي، كون كان عمي الله يرحمه كونك حسيتي بيا. شكون؟ اهلا اهلا وسهلا، كي دايره؟ الحمد لله. درجينا جرة وانا ناشط شوية. ياك غنطيب انا لالا هاد الدجاج حبيبي ها مارادونا شهيلية. الله يخلف عليك. ايوا بخير. بس كان زهي لي الحالة ياك ما كاين باس. ايوا بنادم هو اللي نشط مع راسها شي شوية. اجي واش ما كايناش دارك وما كاينش احد؟ ولا كاين شنو المشكل؟ مرحبا. عرف شو غادي يدير هاد الحرام الفايل، عرفتو؟
ولكن اخبارهم ستوصل للوالده. خالتي شي قالت وما جايبه اخبار مالكي خالد الاخبار؟ لا راني ما بغيتش نبرزطك، راني حتى انا من قبيله راني عا كنتلف هاد التليفون. ما مولفاش لي ماشي عويدو انه يتعطل. هذا ما يكون غداتو شي وحده. اه هي المهم كيما تقلب ديما على المشاكل. ما يكونش مكان مع شي وحده وداوه للبوليس. وين شدوه في شي دار هاد؟ انت بركي السوكسي ها مروه اجي خنسولو عليه. تعال مروه تعال تعال. خوك خالد ما بانش لك؟ خالد؟ لا مشوش خالد، وعلى كل راه معطل في السناك. ويلي مول فاش لي هذا داو البوليس مع شي وحده. انا نقول انا مصالح لي كنعرفو ولا مع شي وحده. عمرك تبعتي للكوميساريات؟ وهاد المره حصل قالت لي بدا كي داد المره حصلات. كنقول لك خالد غطبر عليها. شتي يلاه فم اختي اش كيقول هذاك؟ شناهو مروان عارف شي حاجه قول. ولا راه يكون تعطل؟ انا اللي عارف راه يدويش معاه راجلي وكنعرفو ما كيتعطلش. عدو الحانوت ديالو كيسدو الوقت لي قال لي المجاج ديالو هادو لقيته مولف فراشو. ورا ديما كيجي اليوم تعطل درتو حاله صافي بدا بيجي. لا ما مولفاش لي كاينه. انا نقول لكم الصراحه اش كاين؟ طب اللي طرات لي شي حاجه؟ ما طرا لي والو. درت قولي لنا اش كاين ياك ما في السبيطار. راه مشى شي ناس وصاو لي شي كومون أيه؟ وغادي يديهم وغادي يرجع ما كاين والو. ايوا صافي وويلي حتى هي هي انت راكي عارفه. واش عارف التليفون قال لي راه غادي تعطل قولها للدار. مروان ايه ترى شنو اللي كاين؟ الله يرضي عليك اللي فيا كافيني بلا ما تزيديني خلعه على خلعه. انا راني الكبير مابقيتش واخا الدار نوقف عليهم وتزيديني حتى انتي انا ما نطيقاش. لفعه فما يخرج والله غير انت عارف شي حاجه قولها لي انا دوك بيني وبينك انايا اش كاين؟ ما كاين والو. كيبالي حتى انا بغيت نزيد هادي. شوفي ما سالاش بالراحه راه بقى لي والو ويش ماشي يا ربي كلشي تاعك. تصدمت ياك لاباس ها؟ واش دخلت الصباح؟ راه دخلت قبيله اش منتها الصباح. فين كنتي؟ كنت مع شي هو الشمس طالعه تقدي. كنت مع شي دراري صحابي. مع دراري صحابك؟ انت واش وليتي سلوكي؟ انت كتشمي فيه؟ واد الريحه الخانزه اللي فك؟ اش بالريحه الخانزه؟ راه ريحه السناك هاد الشيء. هادي ريحه السناك، هادي راه ريحه الشراب وريحه الكارو والجوانات. مناس واش انا دنكا؟ ومالك؟ ومالك؟ البارح كنتي كويسات كنا البنات راه السما والما. لا حول ولا قوة الا بالله. زي ضاحك شبعان ناشط ما مركتيش ما قلتيش ديك الدرية خليتها في الدار راه مشطونة عليا ما قلتيش عندي مهمتي نشوفها حية ولا ميتة. ها؟ وساليتي؟ عجبك دابا مدخل لينا الحرام للدار؟ غيب وسخك ها؟ عجبك الحال؟ واش حال فيك ديال الهضره؟ الله يرحم لك الوالدين. صباح هذا شمات الاخر عمرك ما غتبدل. والله ما عمرك ما غتبدل. ما فهمتش انا خويا خالد عزيز عليه المشاكل شنو درت انا جاش معايا واحد مزوج وغادي قالك كيفسد. فهمتش انا خويا مروان اش كتقول؟ كيفاش خالد خويا وكيفسد؟ شنو واش بيني وبينك الوالده؟ اشنو خالد اه طايح مع الجارة اللي كنا داوين على هذيك النهار. اويلي كيجيب لها الماكله بالليل وبالنهار وسافرت لها الفلوس وما يخلي ما يدير على قبلها. والبارح نزيدك راه كان بيت معاها راه ما جاش حتى السبعه ديال الصباح. وعلاش يا ولد الحرام فعلك ملي قلتيها لي قلتي لي ما كاين والو ها؟ راه خفت نقول لك في هذاك الليل وديري شي كارثه في راسك. ودارت الكارثه هي اللي غندير انا. الكارثه هي اللي غندير انا. مين كنقول لك ولدك زهواني؟ ولدك زهواني. مين كنقول لك الجاره ما كتسواش؟ الجاره ما كتسواش. وانت خالتي باكا كتقرصي فيا. لا بلاتي لا ولدي لا بلاتي. خويا مين عارف قولها لي البارح نمشي نحيح قولها لي نمشي نخبط عليهم الباب. انا ما بغيتش المشاكل ما بغيتش المشاكل امانه. الله يهديك وبنيتي راعي الله في راسك. مشي اختي يديع برا ويخلي الجيران شهود. بانوا لي غير الجيران دابا من عيون غير جاب مرته. همدي والله ما نهمد. همدي الوقت والله لا همدت. راه غتجيبيها في راسك بنيتي. راه كنقول لك هادشي اللي كنقولوا لبنتي. غيسطيني 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 غيسطيني. شنو خاصو اختي في دارو؟ واكل شارب مصبن عنده ما عادش بغا
بغيت نفهم هذا الشيء. هذيك بنت الحرام هي اللي دارت فيك. اش بغا؟ دارت بيه اللي كنعرفو سيدي ومولاي هو بحالك كيدوزو من حدا الدريات ما كتشوفش فيهم. هذا هو اللي راجل ها هو باقي ما عندك لا مرا لا ولاد. هو دابا عندو مرا غدا ولا بعد غدا يولي عندو ولد عزري فين غنوليو؟ ها باك زعواني دابا تصنطي ليا دابا تصنطي ليا دويتي وخليني ندويتها انا. ها دابا بغات تعطيها فرصه تدي عندها الخطره صافي خليها تدي انا غنوريها منال علاش كادا تيتعاني منها طقي ومنال تبعها منال يا ميمتي ومنال لا الشياطه ديال الرجاله ها دوي الصباح هذا وباقا معكره دوي دوي يا اللي ما كتسوى ما كتصلاح عاودي عاودي خليها يا مسخه يا شيطه سيري الشيطه وانا غادي تحيي الجو والله تنقتلها حيي والله تنقتلها والله وانا الدرع والله تنقتلها حيدي والله تنقتلها حيدي والله لا بقات تنقتلها الدرع صح الله يرحمك الله يرحمك شنو شنو وقع شنو وقع شنو وقع زيد دخلي بحالك دخلي بحالك سير خرجوا حتى لتسع ساعة يلاه خرجوا حتى لتسع دارنا يلاه سيروا الله يكاليك كلكم شنو هادشي وقع في داري شنو هادشي طلعت راه الباليزات جبدهم ليا تطويل طب واش ديتي حاجه تندمي عليها مروان راه لقيتيني قصيوره جبد الباليزه الله يرضي عليك امانه انا هادشي كامل غادي نلقاو ليه حل خالد مروان صباح حتى مروان جبد ليا باليزتي راه جبد لك باليزتك والله تنطير عليها بحال اللي طرت على الاخرى كاين في هذا الصباح مالك امانه جبد الباليزه شنو غادي تقول كيفاش اش كاين ديرك دراسك كنت تقول لي اش كاين كاع اخبارك عرفاش هاد السيده هادي بغات تمشي لدارهم وراه دير شي تاويل ودير شي حل جبد الباليزه ما انا كنقول معاك كلشي عارفك الزهواني يا الشماته يا عفت الرجال جبدوا لي باليزه صافي شي بغات تسمع ها منال سمحي لي شوف خليني نمشي لدارنا منال منال عطوني الجد خليني نمشي لدارنا منال سمحي لي المهم انا عارف راسي غلط خليل دخل انت وياها اشرح لها بلا شي احسن ما يشرحش ليا ما يشرحش ليا يطلقني يعطيني براتي لا 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 يسهل عليك تقول تكلف جبد المرا دقيقه ندوي معاك المهم هو جاني تلفتيني بغيت نقول جبد الباليزه واجي الله يحفظك ما عندي اطلق مني اخويا لا لا معليش انت راجل ما انا مرا بعد مني صافي ما بقاش معنا والو والله يهديك سمحي لي غلطت معاك والله حتى غلطت معاك راه داك الراس نبوسو الله يحفظك ما شفتوش منا الله يرضي عليك انا عارف راسي ما كنسواش حيت ما مقدركش اللي قلتيه جات معايا ولكن سمحي لي الله يحفظك اقسم بآية الرحمن ما غنبقى ندير شي حاجه من هادشي وعهد الله داوي معاك والله ما تبقاي تشوفيني داير شي حاجه بغيت نخرج فيك حيت عارفك زهواني قديم منال صلي عندي هضره وحده قلتيها لك وهذاك غلط درته والله حتى غنصلح دوزي بلا ما نجبدك صافي منال الله يرضي عليك دوزي مزيان ماشي بخير الحمد لله جابك الله بعدا بغيت نقول لك واحد الهضره باش ديري حلقه في ودني اما هي انايا حسبينا بحال حلمه وطراش نسيني عليك الله يسهل عليك اللي سمع هاد الهضره يقول انا حاطاك في بالي وكنفكر فيك بالليل وبالنهار المهم انا قلت لك هاد الهضره وديريها في بالي صافي بنت الناس لا قراتك المدام كيبان ليا سميها كيما تبغي